بسم الله الرحمن الرحيم. الأخوة الطلاب الأعزاء، الحمد لله على سلامتكم، ونتمنى للجميع السلامة، نسأل الله أن يحفظنا من كل سوء. اليوم حنتكلم إن شاء الله عن شابتر رقم 2 اللي بيحكي عن البالانس دايت. في هذا الشابتر سوف نتطرق إلى What is the balance diet؟ What are the criteria of the balance diet؟ إيش مفهوم البالانس دايت؟ إيش المعايير اللي واجب توفرها في البالانس دايت؟ Then we will discuss the U.S. government's dietary guidelines for Americans. تكلم عنه. Then we will identify the food groups and their placement in the food guide pyramid. ايش الفود جروبس؟ وين موقعها في الجايد بيراميد؟ هاي الاوبجكتيفز اللي حنتكلم عنها اليوم، وحنحققها ان شاء الله في نهايه هذا هذه المحاضره. نرجع الى بدايه المحاضره الاولى والثانيه من بدايه الفصل. تكلمنا فيها عن هاو وي اسس ذا ويت اوف ذا بيرسون، كيف بدنا نقيم وزن الإنسان، كيف نعرف أنه وزنه طبيعي، وزنه أقل من الطبيعي، وزنه فوق الطبيعي. هناك عوامل كثيرة تكلمنا عنها، عن anthropometric measurements which discuss the weight, height or length, head circumference, abdomen circumference and others. لكن البادي ماس اندكس هي اللي بتعرفنا بالضبط، او اكثر الطرق اللي ممكن يعتمد عليها في تقييم وزن الانسان. في هذه المعادله ننظر امامنا البادي ماس اندكس بي ام اي. هذه المعادله بتعتمد على معيارين، المعيار الاول الوزن بالكيلوغرام، والمعيار الثاني الهايت المتر تربيع. يبقى بدنا نعرف الوزن بالكيلو زائد الطول بالمتر تربيع. إذا طلعت عندنا النسب، نطلع على السلايد اللي بعد هيك. إذا كانت طلعت عندي البادي ماس اندكس بلو 18.5، هذا يعني أن المريض أندر ويت. إذا كانت طلعت النسبة عند المعدل 18.5 ل 24.9، 18.5 to 24.9، this is normal weight. طيب اذا كان طلعت عند النتيجه 25 28 29.9، this means the person is overweight. 30 and above means that obese. 30 to 35 obesity class 2, above 40 obesity class 3 which means that pathologic obesity، يعني سمنة مرضية. البالانس دايت، what is the balance diet؟ ايش معنى balance diet؟ The balance diet should include all the essential nutrients in appropriate amounts. يبقى الشرط الأول لازم تضمن all the essential nutrients which are، what are the nutrients؟ fats, carbohydrates, proteins, water, vitamins and minerals. يبقى الوجبة الغذائية لازم في اليوم تشتمل على انه الإنسان يأخذ جميع العناصر الغذائية، لكن in appropriate amounts، لكن في كميات مناسبة. مين؟ The criteria for the balance diet. The balance diet اتفقنا انه لازم تشمل جميع العناصر الغذائية بكميات مناسبة. لازم البالانس دايت بريزيرفز اند بروموت جود هيلث، يبقى تحافظ وتعزز الصحة الإيجابية الجيدة. طلع الاستاد اللي أمامنا بيحكي عن الهيلثي بالانس دايت. طلع المجموعات اللي عندنا، مجموعة فروتس اند فيجيتابلز
يبقى الانسان كل يوم بده ياخذ فلوس اند فيجيتابلز. مجموعة ثانية بريتس رايس اند بوتاتوس اللي مجموعة كربوهيدريس اند ستارش. مجموعة الثالثة ميت فيش اجز اند بينز، فيها بروتينز وفيها فاتس، فيها ساتوريد فاتس دهون مشبعه واي ساتوريد فاتس. طلع المجموعه اللي بعدها ميلك اند ديري برودكتس، الحليب والمنتجات الالبان. هذه فود درينكس لازم كل يوم ناخذ، اللي هو فود درينكس اللي هي تشمل هيربس والفيتامينز والمينرالز. طلع على نرجع للانواع الغذائيه المذكوره، كل واحد حنلاقي في له فائده من وجوده ومن تناوله. الفروس هذه فيجيتابلز تشمل هاي قدامنا، طلع على في المربع الاخضر فروتس اند فيجيتابلز دي كونتين فيتامينز اند مينرالز اند بلانت كيميكال كولد فايتو كيميكالز. يبقى فيتامينز والمينرالز وين تتركز معه في اي انواع الاصناف؟ يبقى في الفروتس اند فيجيتابلز. نيجي للبريدز رايس بوتيتوز، دي ار ريتش ان فيتامينز اند مينرالز اند ذا هول جرين فيريتيز كونتين بلنتي اوف فايبر. يبقى طلع هنا على الفايبر وين موجوده؟ في البريدز والرايس والبوتيتوز، وخاصه في قشور البريد، في قشور الرايس اند ويتلون قمح. بعض الفايبر موجوده في اللي هو الجدار او في الفواكه والخضروات، عشان هيك التفاح لما ناخذ التفاح يفضل انه ناخذ التفاح كله مش قشره التفاح، لانه قشره التفاح تحتوي على الفايبر. الميت فيش اند اجز اند بينز تحتوي على ايه؟ ذي بروفايد النيوتريانتس ذات ار فايتال فور هيلث اند مينتنس اوف يور بودي، تحتوي على بروتينز وبتحتوي على الفاتس، بالاضافه للعناصر الاخرى فيتامينز اند مينرالز اند مينلي فات سولابل فيتامينز. الميلك اند دير برودكتس والديري فودز هذه الحليب ومنتجاته تحتوي على المينرالز على الفيتامينز، واحنا بنعرف انه الكالسيوم موجود في الملك في الفيش الى اخره، والفوسفورس اند اذر مينرالز. What is the healthy balanced diet؟ هي موضع عندك بشكل افضل. What is the healthy balanced diet؟ ايش شروطها؟ ايش هي البالانس دايت؟ First fulfills energy needs. يبقى بتوفر لنا الهيلثي بالانس دايت، لازم توفر لنا اللي هو ما نحتاجه من الطاقه، وهذا موجود في الماكرو نيوترينز. وقلنا في المحاضرات السابقه الماكرو نيوترينز هي العناصر اللي تؤخذ بكميات كبيره، وهي الفاتس بروتينز كربوهيدراتس اند ووتر. يبقى الشرط الاول لازم نزود بالطاقه والفولز انرجي نيدز. 2 بروفايد سفيشنت امونت اوف اسينشال نيوتريانتس مايكرو نيوتريانتس، بتحتوي على قلنا في الاول بتحتوي على المايكرو نيوتريانتس اللي بتعطيك الطاقه. 2 بتحتوي على المايكرو نيوتريانتس بكميات كافيه. وات ار ذا مايكرو نيوتريانتس؟ مايكرو نيوتريانتس are minerals and vitamins، لأنها تأخذ بكميات قليلة لكن أهميتها كبيرة. The balanced diet reduce risk of disease، تقلل من نسبة حدوث المرض. reduce risk of disease يمكن تقلل من نسبة حدوث ومن مخاطر المرض. خلينا نضيف هنا reduce the incidence and risk of disease. يبقى انا بدي اضيف انا عندي انه reduce the incidence and risk of disease، بتقلل من نسبة حدوث ومن مخاطر المرض. It's safe to consume low contaminants or potentially harmful added substances. آمنة للمستهلك
آلة الاستهلاك خالية أو قليلة جدا، خالية من الملوثات contaminants أو المواد الضارة harmful substances. الشرط الرابع اللي لازم يكون متوفر في البالانس دايت، healthy balance diet include all the essential nutrients in appropriate amount، بيحتوي على العناصر الغذائية بكميات جميعها بكميات مناسبة، preserve and promote good health، تحافظ وتعزز الصحة الإيجابية أو الصحة الجيدة. نطلع في السلايد اللي بعده، قبل ما نطلع السلايد اللي بعده يبقى احنا وهذا السلايد مهم، ان البالانس دايت كنا بتحتوي على الماكرو نيوتريانس والمايكرو نيوتريانس لكن الابروبريت اماونتس. البالانس دايت بتزودني بالطاقة، البالانس دايت بتحافظ على صحتي، البالانس دايت بتقلل مخاطر الاصابة بالمرض ونسبة حدوث المرض، البالانس دايت بتحافظ على الصحة وبتعزز الصحة الإيجابية. السلايد اللي بعد هيك على evolution of the human diet، ايش تطور الوجبة الغذائية بالنسبة للإنسان. نيجي في السابق في العصور القديمة كان يعتمد الإنسان على الزراعة على الصيد، hunter gatherers يعتمد على الصيد. طلع نتكلم عن السلايد عن الجدول عن القائمة هذه، قديش كان ياخذ بروتين 15 ل 20، ستارش 50 ل 70، وفاتس من 15 ل 20. يبقى كانت كمية الدهون زمان ياخذ الإنسان كمية دهون قليلة، كان اعتماده على الكربوهيدرات اللي بتشمل الشوجرز اند ستارش، واعتمد على كمية بروتين قليل قبل، كان معظم أكله ستارش اند كربوهيدرات، كربوهيدرات بتشمل الشوجرز والستارش اند فايبر. نيجي بعد اللي هو اجريكلتشرست، العهد كان العصور الزراعة الإنسان كان يعتمد بظل السيم على اللي هو البروتين، لكن أكثر كمية من 75 على الكربوهيدرات اللي هي ستارش اند شوجرز، وكمية أقل يتناول ايش الدهون، هي قلت النسبة من 10 ل 15. تجي العصور الحديثة وللأسف انه صار النسبة الكبرى من غذائنا عبارة عن فاتس شوغرز ستارش وكمية قليلة من البروتين. من وين مصدره؟ احنا اللي بيطفي على الكالتشر تبعتنا كفلسطين.